نذكر صون ديال الوليد ملي قال لي كيظن بان غادي نمشيو نجيبو كاس افريقيا وبالسهل، راه غلط. صحيح، افريقيا صعيبه بزاف، وكاس افريقيا فكتختلف على كاس العالم. حنا غادي نمشيو بكل قواتنا وما غنبخلوش باش نعطيو المجهود تاعنا باش نجيبو كاس افريقيا. كما فعل كما كيقولوا، هذا متكتاب عندنا اليوم باش نخرجوا، وخرجنا احنا اللي خرجنا راسنا بالطريقه كيفاش دبرنا المباراه، كيفاش تعاملنا مع الخصم. وهذه الصفحه كي خصنا نقلبوها ونشوفوا المستقبل، والحمد لله مازال عندنا اللاعبين تاعنا مازال شبان، ومازال الجيل جاي، جيل واحد اخر اللي جاو، اللي غادي يمكن له يعطي الكثير. وموعدنا ان شاء الله في 2025 في المغرب، وفي المغرب توي بوسي. وموعدنا يعني في مارس معاك بعد انت الاول. شوف واحد انا والله يكونني سبع ولا يكونني ضبع. برافو يعني يقول لك واحد المثل العربي، نعم. شر البليه ما يضحك. نعم، وهذا هو اللي كاين. قبل نقلبوها الصفحه، قبل نقلبوها خصنا ندرسوها مزيان ونستافدوا منها، نعرفوا شنو وقع بالنسبه للمنتخب الوطني، عمليه تشخيص ما وقع، فين اخطا المنتخب الوطني، شنو الاشياء التي لم يهيئ لها بشكل جيد، هل الامر يتعلق بالاختيارات ام يتعلق يعني بعدم يعني تجهيز طاقم تقني لحلول بديله لطريقه في اللعب. في اسوأ الحالات تاعنا كان بامكاننا ننتصر. صحيح، ولكن بعد طيب. الاخطاء، بعد الجزئيات، بعد الاكراهات هي اللي خلات المنتخب، وبعد التعامل مع المباراه هي اللي خلات المنتخب يخرج. ماشي المنتخب ديال جنوب افريقيا كان احسن منا، بالعكس ما كان، هو بقى فيدال للنهج ديالو، للنهج تاع المنظومه. وحنا ساعدنا على حنا اللي ساعدنا، لان وحتى الظروف ديال المباراه حتى هي ساعدته. انا كنعتقد على ان قوه اي منتخب في انه يفرض على المنتخب الاخر انه يخرج من النهج ديالو او يخرج من التوازن ديالو. حنا اللي غايت للاسف خلينا المنتخب جنوب افريقيا غادي في نفس الطريقه اللي مولف يلعب بها. ولكن تذكروا معي الاربع مرات هذه الاخيره اللي انتظمنا في عبور الدور الاول او دور المجموعات، تقريبا اربع مباريات ديال من الخروج ديال الادوار المغلوب تكاد تتشابه. صحيح، في كل مره اللي كنقصيو نفوسنا. تذكروا معي مباراه المغرب مصر 2017 في الكابون، نستقبل هدف ديال الكهرباء ونضيع سيلا من الفرص وكنسحبوا. تذكروا معي ايضا مباراه البنين، نهدر ضربه الجزاء كما كان الحال اليوم ونقصى بعد اللجوء الى الضربه الترجيحيه. تذكروا معي مباراه مصر في 2021، نسجل هدف وكنرجعوا كاملين باش ندافعوا عليه لمده 85 دقيقه وما الى ذلك. لحد الان باقي ما فهمناش طبيعه كره القدم الافريقيه وطبيعه المنافسه الافريقيه اللي هي كاس افريقيا الامم. لذلك انا اعتقد ان هذا الذي يحدث يستحق واحد الدراسه متانيه. صحيح اننا لا نتكلم الان على مستقبل الفريق الوطني، ولا نريد باي حال من الاحوال. صحيح، ان تكون صدمه الخروج من الدور ثم النهائي سبب في اشعال البيت في النار، في اشعال النار في البيت، لا. او اسقاط الصرح. ابدا ما خصناش نكونوا مزاجيين لهذا المستوى. لا اظن ذلك. وليد الركراكي قال بانه سيجالس رئيس الجامعه وسيتم اتخاذ احسن قرار فيما يخص يعني مستقبل كره القدم. ولنفكر من الان في مواجهه منتخب النيجر وعلى راسه الزكي بدو. صحيح.